بيجي تعدى تعدى يعني الموسم الاول يعني ايه النجاحات اللي وصلوا لها الموسم الاول؟ والله شوف التمني اتمنى والله انهم ينجحون البرنامج، والله انه يهمنا، يهم الشعراء السعوديين، ما نقوله يعني شعارات، نقوله حقيقه يعني البرنامج ناجح ومتابع والتوجه للفتره هذه كلها يمه. فمن ناحيه التمني اتمنى انهم ينجحون اكثر من الموسم اللي راح، والتوقع ايضا ان شاء الله انه بيكون على مستوى الموسم اللي راح واقوى ان شاء الله. حلو حلو. انا والله شوف انا كنت من الناس اللي يمكن حضرت، انت عندك راي بتقوله بس ما ادري بعلمك. انا يمكنني كان مشارك معك عيال عم اللي هو منصور المخار محمد الرويبخ، وحضرت كان 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 انا بتكلم عن 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 ما رتب له للجمهور. حلو. لقينا مسرح، لقينا حضور، لقينا تفاعل، لقينا محبين للشعر. ما كنت اتوقع يعني انت منصه تويتر يمكن توديك الشريحه، لكن انا اتكلم عن الشريحه في المملكه العربيه السعوديه. والله ان جينا ليله ما قدرنا ندخل. صدقت فل المسرح، قال يا ولد يتعذرك المسرح. الله يعينك، والله اني اتابع وانا في المواقف في اليوتيوب، لكن ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما تنام عينهم تكون النسخه دي. انا اتوقع أتمنى تكون التوفيق. الله نسخه استثنائيه. ها لا احنا الحين دوبنا عندكم، خلنا نخلص يا ابو عبد الله ذاك الحزه تزيل الامور. طيب يا ابو سعود نبيك تسمعنا. ابشر. يقول المجتمع يشكي من صغار العقول، اعوذ بك يا رب من سوء القضاء. البعض ما فيهم حياه، فيهم فضول، وانا ما عندي كبر، عندي كبرياء. اقول لظروف الحياه اللي تحول بيني وبين ملامس عنان السماء، اللي علي الاجتهاد، أما القبول سبحان من يعطي القبول لمن يشاء. لقيت في صمتي مفاتيح القفول، يوم ابتسم في الجهر واحزن في الخفاء. مع احترامي للمشاعر عرض طول، لا يوجد أجمل من شعور الاكتفاء. لو معاناتي من الضبي الجفول تشبه معاناة العرب في كربلاء، اللي اكتفيت بزولها عن كل زول رغما عن أنف الفاتنات من النساء. يا غايبة ما مر فصل من الفصول، ما قام لك قلبي بتجديد الولاء. أنا أدري إنك علتي من دون أقول، وإنك بلاء الحب والحب ابتلاء، لكن طبيعي تنوجد فيك الحلول، الناس تستخرج من الداء الدواء. عز الله أما عاد لي قوة وحول، أما كتب ربي على يدك الشفاء من قلة الحيلة ومن كثرة الحمول. كم لي وأنا صارع علشان البقاء، وإن جيت أعبر بالكلام وبالفعول ما فادني حرف من حروف الهجاء، إلا إني أوقف على طلالك وأقول إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء. سلام. الله يصح لسانك. يا سلام يا ابو سعود، الله يصح لسانك، امتعتنا وطربتنا. اي والله فهد قطنان شلونك طال عمرك؟ هذا ما تحب الله امورك طيبه؟ الله يعافيك ابو قطنان. احنا على ما قال اول شيء انت خابر، الاعلامي ما يسال من مصادره، مضبوط؟ صحيح. واللي نعرفه عن فهد قطنان انه مبدع في مجال النظم، ابداع منقطع النظير، كذلك له مشاركات وله ابداع في فن القلطة في المحاورة، لك محاورات عديدة مع كبار شعراء.